روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها نظر إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: يا رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله تبارك وتعالى له: هل عسيت إن أعطيتكها أن تسألني غيرها؟ فيقول: لا يا رب، لا أسألك غيرها، ويعطيه العهود والمواثيق ألا يسأله غيرها، فيدنيه الله منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: يا رب أدنني من هذه فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله تبارك وتعالى له: ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ في رواية أبي هريرة يقول الله تبارك وتعالى له: ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تكن أعطيتني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ فيقول: بلى وعزتك لا أسألك غيرها، فيدنيه الله منها فيشرب من مائها ويستظل بظلها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة، فيقول: يا رب أدنني من هذه فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله تبارك وتعالى له وهو يرى ما لا صبر له عليه، يعذره الله تبارك وتعالى، فيقول الله تبارك وتعالى له: ألم تكن أعطيتني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ فيقول: بلى لا أسألك غيرها، فيدنيه الله تبارك وتعالى منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى له: ويحك يا ابن آدم، ما يصرني منك، ألم تكن أعطيتني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ فيقول: بلى لا أسألك غيرها، أدخلني الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى له: أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ فيقول: يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم قال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله مما تضحك؟ قال: من ضحك رب العالمين لما قال له: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فقال الله تعالى له: لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. أيها الأخوة الكرام، هذه قصة جديدة من القصص النبوية، فيها جملة من العبر والعظات والدروس المستفادة، سنتكلم عن شيء منها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأول هذه الدروس المستفادة في هذه القصة العجيبة، في هذه القصة العظيمة، قصة آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. أول هذه العبر والعظات والدروس المستفادة أن هذا هو آخر الموحدين خروجا من النار ودخولا الجنة، وإياك أن تتوهم أنه سيخرج أحد من النار من الكفار والمشركين. قضى الله تبارك وتعالى
وحكم الله تبارك وتعالى أنهم لا يخرجون منها أبدا. قال الله تبارك وتعالى عن أهل النار: لا يخفف عنهم من عذابها، لا يخفف عنهم من عذابها. إذن الكفار لا مطمع لهم أبدا في أن يخرجوا من النار، لا نجاة لهم منها. أما الموحدون فهم الذين ينجيهم الله تبارك وتعالى من النار. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وهذا قيد مهم واعتقاد ينبغي على كل مسلم أن يعتقده، أن من عاش كافرا ومات كافرا فلا حظ له ولا نصيب له من جنة الله تبارك وتعالى. بذلك حكم الله عز وجل، وبذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، وأمة الدعوة هم كل من وجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم اليهود والنصارى والبوذيون والهندوس والملاحدة، ومنهم من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. وهذا تنبيه، لأن بعض الناس يظن أن من كان في نفسه صالحا، من كان لا يأتي الفواحش، من كان لا يفعل المحرمات سيدخل الجنة، ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو حتى ملحدا. ولا شك أن هذا لا يمت لدين الله تبارك وتعالى بصلة، لا يمت لدين الله عز وجل بصلة. الله تبارك وتعالى حرم الجنة إلا على من كان مسلما. قد يقول قائل: الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل سيدخلون الجنة؟ نقول: إن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا. الله عز وجل ما أنزل على أهل الأرض دينا غيره. كان دين آدم، وكان دين نوح، وكان دين إبراهيم، وكان دين الأنبياء من ذرية إبراهيم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. والنصوص في هذا كثيرة جدا. الحواريون أتباع عيسى عليه السلام قالوا له: واشهد بأننا مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من الدروس المستفادة من هذه القصة العظيمة: إذا نجاك الله تبارك وتعالى من النار فأنت من أسعد الناس، فإن الفلاح كل الفلاح والفوز والنجاح في أن ينجيك الله تبارك وتعالى من النار. قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم. لذلك هذا الرجل الذي كان يعذب منذ قليل في النار ونجاه الله تبارك وتعالى من النار، إذا جاوزها، إذا ابتعد عنها، يلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فوز عظيم أن ينجيك الله تبارك وتعالى من النار. ولا نجاة لأحد من النار إلا إذا كان من الموحدين، إلا إذا كان من الصالحين، إلا إذا أتى ربه بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
الحمد لله الذي ارتضى من عباده بالقليل من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، دعا خلقه إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حكمة منه وعدلا، واختص من شاء بالهداية والتوفيق نعمة منه وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الدروس المستفادة من هذه القصة العظيمة سعة رحمة الله تبارك وتعالى، فإن هذا الرجل ما أخرج من النار بشفاعة الملائكة ولا بشفاعة الأنبياء والمرسلين ولا بشفاعة أحد من الصالحين. في رواية أبي هريرة التي رواها البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. فيخرج هذا الرجل مع من يخرج، قد امتحشوا أكلتهم النار حتى صاروا فحما، فالله تبارك وتعالى هو الذي أنقذه من النار، الله تبارك وتعالى هو الذي رحمه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى به أن الله تبارك وتعالى يقربه من الجنة مرة بعد مرة، ترفع له شجرة، خرج من النار فحما، فألقي عليهم ماء الحياة كما في الرواية الأخرى فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني كما تنبت النبتة الضعيفة الصفراء في جانب السيل، فترفع له شجرة لها ظل وعندها ماء وهو قد خرج من النار، فيقول: يا ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. رحمة من الله تبارك وتعالى، فيدنيه الله تبارك وتعالى ثم لا ترفع له شجرة أحسن منها، فيقول: يا رب أدنني من هذه فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. والله تبارك وتعالى يداعبه، يقول له: هل عسيت إن أدنيتك منها أن تسألني غيرها؟ فيقول: لا، وعزتك وعزتك لا أسألك غيرها. فيدنيه الله تبارك وتعالى منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة. رحمة من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يريد أن يدخله الجنة، ولكنه يفعل هذا ليعلم هذا العبد مدى رحمة الله تبارك وتعالى به. وربما لو أخرجه من النار وأدخله الجنة ما شعر بمدى النعيم الذي ناقله الله تبارك وتعالى إليه، كما قيل: وليس يعز وجودك الشيء حتى يعز فيه المطلب، وليس يحلو وجودك الشيء تبغيه حتى يعز فيه المطلب. فترفع له شجرة عند باب الجنة، فيقول: يا رب أدنني من هذه فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. والله تبارك وتعالى يعذره سبحانه وتعالى، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، يرى شجرة قريبة من باب الجنة ويسكت، فيقول: يا رب أدنني من هذه فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيدنيه الله عز وجل منها، فإذا اقترب منها أسمعه الله عز وجل أصوات أهل الجنة ينعمون في الجنة، فيشتاق قلبه إلى الجنة. في رواية: حتى إذا اقترب منها انفهقت له الجنة، فتحت له الجنة، وأتاه من ريحها وأتاه من نسيمها، فيشتاق إليها، فيقول: يا ربي، كما في رواية أبي هريرة: لا أكون أشقى خلقك بك، أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تكن أعطيتني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ فيقول: بلى، وعزتك لا أسألك غيرها.
أدخلني الجنة. فيدخله الله تبارك وتعالى الجنة، فإذا دخلها كما في الرواية الأخرى يخيل إليه أنها ملأ، يخيل إليه أنه لا مكان له في الجنة. أريدك أن تتخيل حال هذا الإنسان الذي خرج من النار، الذي شوي لحمه وجلده بالنار، ثم يدخل الجنة، كيف يكون حاله؟ فيقول: يا ربي كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم، ليس هناك موضع لي في الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ كما في الرواية الأخرى وكما في هذه الرواية: أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ وإياك أن تظن أن الدنيا هي الأرض فقط، لا، الدنيا هو هذا الذي خلقه الله تبارك وتعالى في هذا الكون، المنظور وغير المنظور. مثل الدنيا بأرضها وشمسها وكواكبها ونجومها وشمسها وقمرها، أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ هو يطمع أن يكون له بيت في الجنة، والله تبارك وتعالى يقول له: أترضى أن أعطيك مثل الدنيا؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل له: وقد ضحك الله تبارك وتعالى، ومن ضحك الله تبارك وتعالى له لا يعذبه أبدا. وسنتكلم بعد ذلك إن شاء الله في هذه الصفة العظيمة، ضحك الله تبارك وتعالى لعباده، فيقول له: لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. في رواية أبي سعيد الخدري التي رواها البخاري ومسلم، فيقول الله تبارك وتعالى له: لك ذلك وعشرة أمثاله، عشرة أمثال الدنيا. وفي رواية: فيقول الله تبارك وتعالى له: لك ذلك، يعني مثل الدنيا، ومثله ومثله ومثله. فيقول: رضيت يا رب. فيقول: لك ذلك وعشرة أمثاله، كرم وجود وإحسان من الله تبارك وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا المتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم رد كل مسلم هو على خطأ ويرى أنه على صواب إلى الحق والصواب ردا جميلا. رب ارحم واعف عما تعلم إن